ومن التبرك المذموم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم فهو حديث لا يصح، ونحن نقول إن له جاه عند الله عز وجل، لأنه أعظم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذا موسى عليه الصلاة والسلام له جاه، قال تعالى وكان عند الله وجيها، والرسول عليه الصلاة والسلام أفضل منه، وعيسى قال جل وعلا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. من التبرك المذموم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم.